احنا دي تاني مباراة لينا وراجعين من معسكر قوي جدا. الحمل طبعا كان لازم ينزله عشان يبتدي يطلع تاني، فطبعا لازم في شوط يروح. يعني طبعا مش معنى ان في شوط راح ان دي ده احنا لسه في الادوار دي، ولازم هو بيجرب وبيجرب خططه تمام، وهو عارف طبعا الجوانب. وطبعا شفت انت الشوط الاول والشوط الثاني 12 خلصان وعلى 17، فمش مشكله الشوط راح. يعني شايف الدنيا متأزمة والناس متأزمة، انا مفيش حاجه خالص تمام، والامور عاديه جدا وان شاء الله خير. واحنا بنطمن الناس فرقه لياقيا كويسه ومهاريا كويسه وفنيا كويسه وخبراتها عاليه الفرقه. يعني طبعا في فرقتين من ليبيا قواي تمام مع فرقه سموحه، دول الفرق اللي هي الأقوية اللي موجودة. وطبعا بان فرقة ليبيا ان هي ما اظهرتش ما عندها في الشوط الاول والتاني، لكن لعبوا الشوط الثالث والرابع والبان الفرق طبعا. فيعني الامور ان شاء الله عادية، وان شاء الله احنا قادمين باذن الله. البطولة دي بتمثل اهمية كبيرة جدا جدا بالنسبة لنا، احنا بنحافظ على صدارة البطولة افريقيا للعام الثالث على التوالي، دي نمرة واحد. تاني حاجة اللعيبة كلها مصرة ان هي تحصل على الثلاث بطولات. انا شايف طبعا وجود الجماهير ده موضوع مهم جدا وحيوي. الجماهير هي اللي بتحفز اللعيبة، هي اللي ما بتخليهمش يناموا. الجمهور بيعتبر لعيب معانا رقم 7 رقم 8 في الفريق، فطبعا الفريق محتاج طبعا تشجيع.